كان الإمام في أقصى درجات الصبر، وأمثلة الصبر في الإمام الحسن كثيرة جدا. هو الإمام الصبور، هو الإمام الخلوق، والصبر من أعظم صفات العظماء الربانيين، أعظم صفاتهم أنهم كانوا يصبرون. الإمام الحسين قبل خروجه إلى كربلاء ألقى خطبة في ظهر مكة، قال: خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. كان هؤلاء يصبرون على ما يبتلون به لأنهم يرجون أجر الصابرين من الله. كان الإمام الحسن قمة في الصبر.